السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا والسامعين، قال رحمه الله: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد، ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد، وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم في درس الأمس إشارة إلى ما ذكره الناظم رحمه الله من نزوله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، وأن ذلك دلت عليه الأدلة الصحيحة الكثيرة بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب الإيمان بما قاله عليه الصلاة والسلام، والمؤمن مهما بلغ إيمانه فإنه ليس أغير من نبيه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أغير على الله سبحانه وتعالى، فإذا نطق بشيء وجب التسليم به، ولا يجوز التعرض له بتأويل هو نوع من التحريف. وقد كان السلف رحمة الله عليهم يكررون هذا المعنى، وأن المؤول هل هو أغير على حرمات الله ودين الله وخاصة في باب التوحيد والعقيدة، هذا سوء ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالشريعة لو تصوره صاحبه. ولهذا يروى عن كثير من السلف مثل هذا. يقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: كنت مع أبي فمر بقصاص وهو يعظ ويذكر ويقول: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا بغير تحول ولا انتقال. قال عبد الله: فارتعد أبي واصفر وجهه وكاد يسقط، فأمسكته رحمه الله، يعني من شدة ما سمع من الجرأة، مع أن هذا ما أنكر أو تأول أو حرف هذه الصفة أو هذا الفعل من سبحانه وتعالى، لكنه تدخل فيه بنوع من التكييف أو الكلام فيما سكت عنه السلف. اسكت حيث سكت القوم، فإنهم عن بصر نافذ وقفوا. ثم مر عليه وقال: يا هذا، لست أغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. من أراد النجاة فليقل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وفي غيره، بل في كل أحكام الشريعة، خاصة هذا الباب الذي بابه التوقيف والنقل. وأهل العلم قرروا هذا تقريرا عظيما وبسطوه بما دلت عليه أدلة في الكتاب والسنة، وأجمعوا على ذلك. قال رحمه الله: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للحق تهدي وترشد. الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في الآية الأخرى: ولو كره الكافرون. الهدى ودين الحق. وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. يدعو بها في كل ركعة، في فريضة أو نافلة، بجميع أنواع النوافل، من الرواتب ومن النوافل المقيدة والنوافل المطلقة. ونشهد أن الله أرسل رسله، شهادة عن علم ويقين، لأن الشهادة من المشاهدة. أرسل رسله سبحانه وتعالى للخلق بآياته
معهم الآيات والدلائل، وكل نبي له آية تبين الحق وتدل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. وإنما الذي أوتيته قرآن يتلى، أوتي القرآن عليه الصلاة والسلام وحي الذي يتلى وهو باق هذا القرآن إلى أن تقوم الساعة، هذا باق إلى أن يرفع من الصدور ومن الصحف. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق، لجميع الخلق، تهدي هداية البيان والإرشاد التي يتضح بها الحق فلا عذر بعد ذلك. وأرسل الرسل سبحانه وتعالى وأنزل الكتب تدل وترشد رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم من حديث أبي هريرة: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والمعنى أنه بلغ عليه الصلاة والسلام، أما من لم تبلغه الحجة فهذا أمره إلى الله، أمره إلى الله. أما في الدنيا فإنه يعامل معاملة أمثاله من الكفار والمشركين، فلا يرثه أقارب المسلمون، وهو لا يرثهم، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، بل يهال عليه التراب ويعامل بالظاهر من حاله. أما أمره فهو إلى الله إذا كان لم تقم الحجة. معنى أنه عاش، هذه المسألة فيها خلاف، لكن على الصحيح الذي عليه كثير من أهل العلم في هذه المسألة وفي مسائل تشبهها أنهم يختبرون يوم القيامة. وقد ورد في هذا أربعة أحاديث، من حديث الأسود بن سريع، ومن حديث معاذ بن جبل، من حديث أبي هريرة، والرابع حديث أنس رضي الله عنه، وأصح حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه عند أحمد بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أربعة يحتجون على الله يحتجون يوم القيامة: الأحمق، والصغير، ومن كان يعني بين نبيين أو رسولين. وذكر أيضا من كان لا يعقل، قال: جاء رسولك ولا أعقل، والهرم، الأحمق والهرم والصغير، وكذلك من مات في قبل دين الإسلام ولم يبلغه الدين، ولم يبلغه التوحيد. فهؤلاء يختبرون يوم القيامة، وهي طبقة من الطبقات التي ذكرها القيم الثمانية عشرة في آخر كتاب طريق الهجرتين، وذكر الأخبار في هذا الباب رحمه الله. ومن ضمن هذه الأخبار أن الله يختبرهم يوم القيامة يمتحنون، فمن أطاع كان من السعداء من أهل الجنة، ومن عصى سحب إلى النار. يقول: عصيتني فرسلي أولى أو أحرى أن تعصيه، يعني حين لم يستجب. المقصود أنه لا يثبت عليه حكم حتى تبلغه الحجة. وبعض العلم يلحق في من بلغته الحجة مشوهة، يعني من لبس عليه وظن أنه على الحق. وكذلك حديث أبي هريرة المتقدم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن. وهذا يبين يسمع بي يعني سمع برسالة محمد وعلمها وتحقق منها وكابر، هذا قد قامت عليه الحجة. ومثل كثير من الجاهليين المشركين الذين ماتوا في الشرك ممن علم السنة أنهم من أهل النار، ممن
بلغته الحجة، فهؤلاء ممن بلغته الحجة فلم يؤمن، ولهذا قد يكون منهم سعداء ممن وحد وآمن ومات على التوحيد. ونشهد أن الله أرسل رسله بآيات الخلق تهدي وترشد، وهو سبحانه وتعالى فاضل بين الرسل، قال رحمه الله: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالرسل درجات في الفضل، وأفضلهم أولو العزم كما قال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل. وأولو العزم المذكورون في سورة الزخرف في سورتين، في آيتين في سورة من القرآن، في الزخرف والشورى، كما قال سبحانه في سورة الزخرف: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم موسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. في الشورى نعم الأحزاب أحسنت، في سورة الأحزاب والشورى، في سورة الأحزاب والشورى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منكم من نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين وتفرقوا فيه. وأنبه أيضا على تنبيه الإخوان هؤلاء جزاهم الله خير، إلى أنه أحيانا قد يحصل وهم في بعض ما يذكر، إما سبق لسان في هذا، ومما مر لعله درس أمس في نعم: علي على ذاتا وقدرا وقهره. ذاتا ما إعرابها؟ من يعرف إعرابها؟ نعم تمييز، ها تمييز على ذا، وهذا تمييز محول عن الفاعل، يعني على قدره وذاته سبحانه وتعالى محول عن الفاعل. ولعلي قلت انه حال، فإن كنت حال فهو يعني خطأ، وأنا بعد الدرس تذكرت هذا، فهو تمييز. كذلك في سبق في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: حرب خدعة، خدعة هذا، خدعة هذا اسم مرة ولا مصدر؟ ها أنا قلت مصدره اسم مرة، والمصدر من الثلاثي إذا زيد عليه تاء التأنيث صار اسم مرة، فهي المرة المرة الواحدة الحرب. وأنا ذكرت أنه يعني مرة واحدة، وهذا واضح ليس مصدرا. الحرب خدعة يعني أنها تكون مرة واحدة، فإذا فاتت ولم يتفطن لها قد لا يتيسر له استدراك ما أراده في خداع العدو. فهؤلاء هم أولو العزم عليهم الصلاة والسلام، هم أولو العزم الخمسة، وهم أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. والرسل كما قال: منهم من قصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأخبر سبحانه وتعالى أنه أيضا أخبر عن النبيين في قول: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي انقادوا واستجابوا للذين هادوا، للذين هادوا. فالأنبياء بني إسرائيل يحكمون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يأتوا بشرع جديد. وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، هو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله في النبوات وكذلك غيره، أنه أن النبي هو من جاء بشريعة، من عمل بشريعة رسول قبله. لأن بعضهم يقول النبي الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا فيه نظر. إذا كان العلماء علماء الأمة مأمورون بالتبليغ، فكيف الأنبياء؟ والأظهر إن لم يكن الصواب أن النبي، أن الرسول يأتي بشرع جديد لقوم كفار يدعوهم إلى الإسلام، والأنبياء يرسلون إلى قوم من أهل الإسلام بشريعة نبي قبلهم، بشريعة رسول قبلهم.
فيجددون من درس منها ويدعون الناس إليها، ولقد يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال، ففي قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، ما قال خاتم الرسل، لأن ختم الرسالة لا يستلزم ختم النبوة، وختم النبوة يستلزم ختم الرسالة، ختم الرسالة. ولهذا ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام كما حديث أبي هريرة أنه قال في عن بني إسرائيل: تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، يقول عليه الصلاة والسلام. صحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لعين رضي الله عنه لما استخلفه على المدينة أنه قال: أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون موسى؟ إنه لا نبي بعدي، إنه لا نبي بعدي. وكذلك أيضا في حديث ثوبان عند أحمد وأبي داود والترمذي بسند صحيح: ويكون دجالون ثلاثون أو قريب ثلاثون، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. كل الأخبار جاءت بلفظ لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم وحده، فهو سبحانه فاضل بين الخلق وجعل بعضهم أفضل من بعض، والفضل يختلف، ولعل سبق الإشارة إلى شيء من هذا، وأنه رفع بعضهم فوق بعض درجات. وأعظم الرفعة هي الرفعة في الفضائل الدينية الشرعية، وهذا بحكمته سبحانه وتعالى جل العظيم وحده. فإذا ظهرت الحكمة فالحمد لله، فإن لم تظهر الحكمة فسلم، مع أن هذه الأمور تظهر في الحكمة البينة، وهذا من تمام التوحيد، الإيمان بحكمته سبحانه وتعالى في شرعه وفي قدره، في شرعه أمره ظاهر، وفي القدر قد تخفى بعض الأمور، والقدر كما سيأتي سر الله في خلقه، فإياك أن تخوض فيه إلا بقدر ما جاءت به النصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، لما ذكر المفاضلة بين الرسل وأن الله فضل بعضهم على بعض، لكن المحقق أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله على الإطلاق. أنا سيد ولد آدم، قل أنا أول من يقرع باب الجنة، وهو أول من تشق عن الأرض عليه الصلاة والسلام، وبيده اللواء المحمود، وفضائله صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، وقال سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والشفاعة إذا تقاصر عنها أولو العزم، تقاصر عنها الرسل، تقاصروا عنها، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، كما ثبتت بذلك الأخبار الصحيحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة صلوات الله وسلامه عليه، فيسجد ويحمد ربه سبحانه بمحامد يفتحها عليه في ذلك المقام، قل ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى صلوات الله وسلامه عليه، فضائل عظيمة. وهذا من المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولهذا نكر المقام تعظيما له. وهذا هو الصواب في الرواية حجابر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة وابعثه مقاما. أما رواية المقام مرجوحة، فالصواب فيه بالتنكير، وهنا التنكير للتعليم: مقاما يحمده فيه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى
جاء بالهدى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وله ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والعالمين محمد لأنه خاتم الرسل هو رسول إلى جميع البشر. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فرسالته آخر رسالات، وهو خاتم النبيين، وشريعته جاءت على جميع الشرائع التي قبلها. ولو بعث نبي كما قال في قصة عمر المشهورة عن موسى ما وسع لاتباعي، وعيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الدنيا حينما ينزل نبي الهدى والعالمين محمد عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله عليه الصلاة والسلام أن الله اختار له أصحابا كما في حديث كما في قول مسعود الذي رواه الإمام أحمد موقوفا عليه أن الله نظر في قلوب العباد فنظر في قلوب أصحابه فاختار له أصحابه عليه الصلاة والسلام، فهم أبر هذه الأمة وأوسعها علما، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم على الهدي المستقيم كما يقول عبد الله بن مسعود. وخص له الرحمن أصحابه الأولى المتقدمون في الفضائل وهم أفضل القرون، والأخبار الكثيرة في فضلهم في الصحيحين وغيرها وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام. الصحابي يشمل كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقول رآه هذا الأحسن كما يقول حون، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. قال ولو تخللت ردة في الأصح، الأخير في خلاف، لكن هذا على الصحيح. والشاهد أن كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة فإنه صحابي. وألحق العلماء بالصحابة من لقيه دون التمييز لبركة الصحبة، لكونه عليه الصلاة والسلام رآه فهو صحابي في الفضل، لكن ليس في رتبة الصحابي في الرواية. حكم روايته حكم ماذا إذا كان دون التمييز؟ وش حكم روايته؟ حكم مرسل، مرسل من؟ لا، مرسل الصحابي حجة وليس حجة، مرسل الصحابي حجة عند جماهير العلماء خلافا لأبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله. إسحاق الإسفرايني يقول مرسل الصحابي ليس حجة، لكن أبطل قوله باختياره، لأنه يقول إن الإجماع إذا خالف فيه الواحد والإثنان لا يعتبر، فقالوا له هذا لم يخالف فيه إلا أنت فقولك غير معتبر رحمه الله. فمرسل الصحابي حجة، لكن يقول ماذا؟ لا، إذا حكم رواية الصحابي الذي دون التمييز إذا روى، إيش حكم روايته؟ حكم من؟ حكم مرسل من؟ مرسل التابعي الكبير، مرسل التابعي الكبير، مرسل التابعي الكبير. ومن أشهر من يذكر في هذا من؟ ها؟ الحسن، لا ميز، الحسن ولد عام 3 من الهجرة، والحسين ولد سنة 4، كذلك الزبير ومحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد وجماعة، واختلف في بعضهم عبيد الله بن عدي بن الخيار، لكن من أحسن مثله محمد ابن أبي بكر الصديق. متى ولد هذا؟ نعم، أين ولد؟ أين ولد؟ في ذي الحليفة، في ذي الحليفة، ولد في ذي الحليفة رضي الله عنه. نعم، في قصة حديث جابر رضي الله عنه. نعم، فالصحابي يشمل كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فحكم وحب جميع. نعم، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا رضي الله عنهم، أقاموا الدين وجاهدوا في سبيل الله
يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية: لو أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر ثناء على الصحابة، والنبي عليه لم يذكر ثناء على الصحابة، لكان ما قاموا به من بذل النفوس والمهج وترك الأهل والأموال والأولاد والهجرة في سبيل الله وترك هذه الأمور لكان دليلا على عظيم فضلهم وشرفهم، كما يقول رحمه الله قريبا من هذا القول. صدق رحمه الله، لا شك هاجروا في ذات الله. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون مهاجرين الأنصار. قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم أيضا مراتب. وهذا كلام، وهذا البحث فيه كلام كثير لأهل العلم، وأن المتأخر منهم لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه لما حصل نزاع بين خالد وليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لكنهم كلهم على خير رضي الله وكل. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك في ختام الآية قال: وكل وعد الله الحسنى وهي الجنة. وهي الجنة. يقول: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد طابت نفسه وقرت عينه بظهور الدين، ثم سار أصحابه رضي الله عنهم على هذا في عهد أبي بكر وعمر، وكذلك في عهد عثمان وعلي، وحصل ما حصل من الفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن كلهم على خير رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر، أي أخص معاشر أهل الحق فرض مؤكد. حبهم فرض، محبتهم رضي الله عنهم نحبهم لما جاء فضلهم وشرفهم وثناء الله عليهم سبحانه وتعالى في آيات، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت أخبار كثيرة في فضلهم رضي الله عنهم. فلهذا فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. فرض مؤكد. جميع الآل والصحب، الآل هو أهل بيته عليه الصلاة والسلام، بيته عليه الصلاة والسلام هو أشرف بيت وأشرف نسب على وجه الأرض، سيما الصالحون منهم المؤمنون، وهذا هم الذين يحبون. أما من سواهم فكما قال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آله عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء ونص على ذلك الآجري في الشريعة رحمه الله يقول: أهل بيته علي وأو ذريته وأولاده، وفاطمة وذريته أولاده رضي الله عنهم جميعا، وكذلك الحسن والحسين وذريتهما أولادهم رضي الله عنهم، وكذلك جعفر وحمزة والعباس ذريتهم وأولادهم رضي الله عنهم. هؤلاء هم الآل رضي الله عنهم، فحبهم من الدين
حبهم بحب الله سبحانه وتعالى. وقال أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي أن أصل قرابتي، أو قال أن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من صلة قرابتي رضي الله عنه. يقول أبو بكر لما علم من شرفهم وفضلهم، وهذا في أهل الإيمان منهم. وقال عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه لأحد أولاد العباس يقول له: والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب، لأن إسلام العباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، يقوله عمر رضي الله عنه. وهذا منهم يقرر هذا الأصل العظيم في محبتهم، وكذلك يكون هذا محب مزيد محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد. يقول رحمه الله: ومن قول أهل الحق أن كلامه، وهذه مسألة عظيمة قررها العلماء، وهي كلامه سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله يقول: إن كلام الله عز وجل، إن كلامه حق تكلم به كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه، وأن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود كما يقرأ ويجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد بسط العلماء الكلام في هذه المسألة بسطا عظيما، قال: ومن قول أهل الحق خلاف الحق الباطل أن كلامه سبحانه وتعالى يتكلم به هو اللفظ والمعنى، وأنه يتكلم حقيقة ويتكلم بصوت كما صحت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، هو اللفظ والمعنى جميعا مجود، خلافا لأهل الباطل الذين يقولون الكلام مخلوق، أو الذين يعبرون بالكلام النفسي. في الحقيقة هذا القول أنه كلام نفسي من أبطل الأقوال، ولا يكاد يتصور. إذا قيل الكلام النفسي، ما هو الكلام الذي عبر به؟ يعني يقولون إن جبرائيل فهم من الله وعبر أن الله لم يتكلم، ما هو هذا الكلام؟ قالوا: كلامه معنى واحد، شيء واحد نفسي، إن يعني قيل بالعربية هو القرآن، وإن قيل بغيرها فإما أن يكون التوراة وإما أن يكون الإنجيل. وكل هذا كلام باطل، وبعض أقوالهم لا تتصور، بل إنهم هم لا يذكرونها إلا على وجه الشك والتردد. ولذا ترى بعضهم حينما يتكلم في مسألة التوحيد يتحاشى ذكر الآيات، يستوحش، لا يكاد يذكر الآيات. ترى في كلام المتكلمين لا يكاد يذكر الآيات، حينما مثلا مسألة النزول أو مسألة العلو وأن الله في السماء، هم يقول لا يجوز أن تقول أن يسأل أين الله، ويصرحون بذلك. أين الله؟ الرسول سأل قال أين الله، وهم هذا الخبر يعرفون صحته بل يصححونه، ويأتون بالكلام الكثير الباطل، ثم ربما على استحياء يسوق هذا الخبر ويلويه لياً
كل يفهم بطلانه حتى الذي ليس عنده شيء من العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أين الله، وذلك يقول هم لا يجوز أن يقال أو يسأل أين الله. هذا رد على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا عدم تسليم بل وإنكار لما صح عنه. أرأيت لو كان الرسول أمامك ويقول أين الله، ماذا تقول؟ تقول له هذا لا يجوز السؤال به؟ لو رد على هذا الوجه لكان كفر، لكن إما يتأول أنهم يعني يتأول هذه التأويلات التي قد يتخيل أنها عذر، مع أن التأويل الذي يبلغ إلى درجة لا يكاد يقبل نوع من اللعب والتحريف. فلهذا أهل العلم رحمة الله عليهم اطمأنت نفوسهم وتقرر عندهم أن القرآن كلام الله، كما قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال سبحانه وكلم الله موسى تكليما. ولما جادل بعض المعتزلة أبا عمرو بن العلاء في التكليم أنه أكد بالمصدر، وإذا أكد مصدر ليس في أي احتمال، وكلم الله موسى تكليما، يعني قال بعضهم من الجرأة أنه جرحه بأظافر الحكمة من الكلم. شوف انظر كيف يبلغ الانحراف التأويل مثلا. قال دعنا من هذا، ماذا تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت ولم يستطع، وقال سبحانه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال سبحانه وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال سبحانه ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال سبحانه ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، وقال سبحانه وإذ قال عيسى بن مريم، إلى غير ذلك من آيات، وقال سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، يريدون أن يبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة كلها تدل على أنه تكلم وقال ويقول سبحانه وتعالى. ولهذا أجمع العلماء على أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، وأنه تكلم حقيقة، وأن الكلام هو اللفظ والمعنى، بل إن القول بخلق القرآن وأن الله لم يتكلم به كما نبه على ذلك بعض السلف، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن السلف رحمهم الله عرفوا زندقة من قال هذا القول. زندقة يعني بعضهم قد يكون تبع غيره لكن حقيقته يؤول إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع الشرائع ولم يفرض الفرائض، وعرف السلف مقاصدهم ومآربهم فبينوا هذا الأمر وأبطلوه، وأن الأمر أعظم من كونه قول بخلق القرآن، لأنه يؤول إلى مآلات منكرة حين يقال إن القرآن مخلوق وأن الله سبحانه لم يتكلم به. ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود، هم يقولون إن القرآن مخلوق ويستدلون مثلا يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال السلف هذا من جهلكم باللغة، لأن جعل تارة تتعدى إلى مفعول، تارة تتعدى إلى مفعول، تارة تتعدى إلى مفعولين، وتارة تتعدى إلى مفعول واحد. إذا تعدت إلى مفعول فهي معنى خلق، وجعل الظلمات والنور، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذا بمعنى خلق. أما إذا كان اتعدت إلى مفعولين فهي بمعنى التصيير، إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا. وماذا يقولون في قوله سبحانه وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيرا كفيرا؟ هل تقول إن جعله المعنى خلقه؟
هل معنى وقد خلقتم الله كفيلا؟ إذن لا يلتزمون هذا، فدل على أن الجعل هنا جعلتم الله صيرتم الله، أن جعل معنى التصير، وفي هذه التنصير مفعولين، وهذا واضح. وإنما أوتوا من جهة العجمة، فجعل في هذه المواضع معنى التصير أي صيره، لأنه سبحانه لو شاء صيره عربيا أو غير عربي، لكنه صيره عربيا سبحانه وتعالى ورحمته. هذا القرآن إنا أنزلناه قرآن عربيا بلسان عربي مبين، ولو شاء سبحانه لجعله غير عربي، لكنه سبحانه جعله معنى صيره قرآنا عربيا. فلا، وهذا يشهد لما تقدم أن المبطل حينما يحتج بالقرآن فإن حجته تعود ببطلان، أن الدليل ذكره يعود ببطلان قوله الذي ذكره، لا يكون له متمسك فيه، بل يبطل قوله بالدليل، إذ لازم الحق حق، إلا أن تكون الدلالة التي ذكرها نوع من الحماقة، نوع من السخف، نوع من اللعب، هذا ليس أهلا أن يجادل أو يناقش، هو حري بأن يؤدب ويعاقب، وإن كان من أهل الضلال والبدعة قد يكون له عقاب آخر. قال رحمه الله: من قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود، ثم قال: وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، إذ هو أمجد. فالقرآن كما قال: وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. لا يستطيع أحد، الله تحدى أن يؤتى بسورة فأتوا بسورة مثله، وفي سورة يونس فأتوا بسورة من مثله، وفي سورة هود فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، وفي سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعض تحدى أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. ولهذا قال: وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. هذا القرآن العظيم، قريش وكفار قريش هم في كعب عال من الفصاحة والبلاغة، وهم أهل اللغة، لما نزل القرآن خضعوا وأذعنوا له، وهو في كلامهم كثير، ولو أرادوا يعني ولو كلهم طريق لاحتجوا ولم يتركوا شيئا من ذلك، بل خضعوا له. والقصص في هذا معروفة، حتى إنهم ربما يأتون خفية، في القصة المشهورة عن أبي جهل والأخنس بن شريق والثالث لعله أبو سفيان اللي ذكره ابن إسحاق وغيره، أنهم كانوا يأتون خفية يستمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنه أسر قلوبهم يعني ما فيه من الحلاوة والطلاوة وما فيه من البلاغة العظيمة والكلمات التي بلغت الغاية في البيان والفصاحة، فكانوا يأتي أحدهم خفية حتى يجمعهم الطريق، ثم يتعاهدون حينما يكشف بعضهم بعضا ألا يعودوا ثلاث ليال، في القصة المشهورة. فلهذا قال: وليس بمخلوق، وأن لخلقه، يعني بعيد، بل هذا أمر لا يمكن، ومن أراد أن يتحدى والعياذ بالله فإنما آله إلى الهلاك والتلف، لأنه لا يستطيع ذلك. ثم هذا التحدي لهم ليس صرفا لهم، وأنه بالصرفة وأنه صرف عن ذلك، هذا قول ضعيف لم يكن باطل، بل لم يستطيعوه، لم يستطيعوه، وكان بإمكانهم أن يعرضوا، لكنهم يعلمون أن هذا لا يمكن يعارض هذا القرآن.
وبعضهم كمسيلم وثالة حينما قال بعض الكلمات ضحك منها الناس لسخافتها وحقارتها. قال رحمه الله: ونشهد أن الخير والشر كله، ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد، والعبد يسعى ويجهد. وهذه مسألة عظيمة، مسألة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي حديث جبرائيل الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم من رواية ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه: وأن تؤمن بالقدر، تؤمن بالقدر، في بعض الروايات عند مسلم من حديث ابن عمر: خيره وشره، تؤمن بالقدر. وجاء في حديث علي رضي الله عنه عند أحمد الترمذي بسند صحيح: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: أني رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. هذا النفي للإيمان نفي لأصل الإيمان. لا يؤمن عبد، يعني لا يبقى معه من الإيمان شيء إذا لم يؤمن بهذه، لأن هذا تكذيب للقرآن، تكذيب للنصوص في الكتاب والسنة. وأجمع العلماء على هذا الباب، وأن الله قدر مقادير الخلائق كلها سبحانه وتعالى. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد، يجتهد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الكثيرة من حديث عمران بن حصين صحيحين: اعملوا فكل ميسر مخلوق له. لما قال: أفيما جرت من مقادير وجفت من قام أم في أم نستأنفه؟ قال: بل فيما جرت به مقادير وجفت في وجفت بالأقلام. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله قدر مقادير الخلاق سبحانه وتعالى. ومراتب القدر عند العلماء أربع مراتب. مرتبة العلم سبق الإشارة إليها في العلم والإحاطة، وأن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط سبحانه وتعالى. كذلك كثيرا ما يأتي العلم والكتاب، وهي المرتبة الثانية، مرتبة الكتابة، مرتبة الكتاب هي المرتبة الثانية، أن الله علم هذه الأشياء وكتبها، كما في قوله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. جمع بين المرتبتين، مرتبة العلم والكتابة. وفي سورة يونس يقول سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثل ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه أيضا جمعت بين مرتبتين، مرتبة الكتاب ومرتبة العلم. قال سبحانه في مرتبة الكتابة: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذه مرتبة الكتابة. وثبت في الصحيحين أو في البخاري من حديث عمران بن حصين، يعني في البخاري وفي حديث طويل، وفيه أنه سبحانه وتعالى قال: ثم استوى على العرش وخلق، ثم خلق، استوى على العرش ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. كذلك في مسلم من حديث عبد الله بن عامر العاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. في حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي وأحمد أن أول ما خلق الله القلم قال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا أجمع عليه العلماء،
وهاتان مرتبتان مرتبة العلم والكتابة. كان بعض المتقدمين من أهل البدعة أنكروها، لكنهم زالوا ولم يبقوا شيء، لأنها كفر صراح. إنما بقي في مسألة القدر في المرتبتان الأخريان. ما هما المرتبتان الأخريان؟ المشيئة والخلق. المشيئة والخلق هاتان المرتبتان نازع فيها القدرية النفاة. من هم القدرية النفاة؟ إذا قيل قدرية النفاة، من هم القدرية النفاة؟ ارفع الصوت جزاك الله خير. نعم، لكن اسمه مشهور هم المعتزلة. أحسنت، المعتزلة. لا، الجهمية. ماذا؟ القدرية المجبرة. الجهمية القدرية المجبرة، والمعتزلة القدرية النفاة. هؤلاء نفاة متضادان، يعني قولان باطلان متضادان. فهاتان المرتبة وهي المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ذلك وأن لو يشاء الله انتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضهم ببعض. هذه مرتبة المشيئة. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وأن الله خلق العباد، خلق العباد، وأن كذلك أن أفعالهم مخلوقة، لكنهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام هم ميسرون لما خلقوا له. والمعنى أن هذا متفق مع ما تقدم، لأنه لا يمكن أن يكون في الكون شيء بغير إرادته سبحانه وتعالى. ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فله اختيار وله عمل، فهو المصلي والصائم، وهو أيضا تارك الصلاة، وهو الزاني، وهو السارق، وهو شارب الخمر، وهو في باب الإيمان والتسليم، هو المزكي والمصلي. فأعماله حقيقة. فهذه المراتب هي مراتب القدر الأربع عند أهل العلم، وأجمع العلماء عليها. ولهذا قال ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد، يسعى ويجهد. قال رحمه الله تعالى وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات، فيها نقيد ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. ثم ذكر رحمه الله الإيمان وحقيقة الإيمان. قال وإيماننا، إيماننا لأن العبد هو المؤمن إذا آمن، وكذلك هو الكافر إذا كفر. فإيماننا حقيقة قول وفعل ونية. هذا أحد التعريف للإيمان، وهو قول عامة العلم، بل إجماع من أهل السنة والجماعة الله عليهم، أن الإيمان قول وفعل ونية. والقول هو قول اللسان وقول القلب، والفعل هو فعل اللسان وفعل، وكذلك يعني قول اللسان وقول القلب، وفعل اللسان وفعل القلب، والنية النية بمعنى أن ينوي بقلبه الإيمان وأن يكون أثره ظاهر عن جوارحه. ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق، لكن من أطلقه من أهل السنة لم يرد مجرد التصديق بالتصديق بالخبر، لا، التصديق الذي يصدقه قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله، وإلا لم يكن صدقا. لأن الإيمان من الأمن، وهو القرار والإطمئنان. فالإيمان من الأمن
وهو استقرار واطمئنان، فهم أطلقوه على حقيقة التصديق بهذا. ومن العلم من قال لأنه يقال هو الإقرار، هو الإقرار، لأن الإيمان يكون خبرا عن الغائب والتصديق خبرا عن الشاهد، فلا يقال لمن مثلا أخبر بشيء مشاهد يقال آمنا بك، يقال صدقناك، قالوا صدقناك. وإذا أخبر عن شيء غائب يقول آمنا، آمنا، لأنه يتعلق بالقلب وهو الأمر الغائب الذي يطمئن القلب إليه فيؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه ولم نره، وإنما نرى الشواهد والدلائل، هذا أمر فطري، أمر فطري فطر الله عليه القلوب، القلوب فطرت على هذا الإيمان، بل فطرت على أن القلوب تتجه إلى السماء مباشرة، حتى البهائم بالقلب، وتجد ذلك ضرورة. ومن القصص في هذا الباب قصة الجويني رحمه الله مع أحد السلف أبو جعفر الهمداني أو الهمذاني، أحد، نعم أظن الهمذاني الظاهر بن معجمة. شو الفرق بين همذان وهمدان؟ من يفرق بينهما؟ هل همدان ولا همدان أولا؟ ها؟ طيب، وهمذان ما الفرق بينهما؟ هذا التحريك وهذا بالتسكين، وهذا كثير ما يحصل أيضا تصحيف في هذا، لأن ما في فرق إلا بالحرف. نعم أحسنت، ما هو بلد؟ نعم، ها، ما هي القبيلة؟ همدان، همدان بالسكون، وتلك همذان بلد، بلد، نعم، الهمذاني، والظاهر الهمذاني، نعم، هو الهمذاني. كان الجويني رحمه الله على طريقة الأشاعرة، وكان على المنبر ويقول، يقرر على أصحابه، كان الله ولا عرش، كان الله ولا عرش، لا يقول باستواه على عرش، كان الله ولا عرش، فكان قول هذا وافق دخول الهمذاني رحمه الله. قال له رحمه الله حتى يقصر الأمر، لأن هذا ما يصح في الجدال، دعنا من هذا، دعنا من العرش، دعنا من العرش، ماذا نقول لهذه الضرورة التي في قلوبنا؟ ما قال عارف يا الله إلا وجد ضرورة تدعوه إلى أن يرفع رأسه إلى السماء أو بقلبه إلى السماء، فنزل المنبر مباشرة، ما استطاع يقف، نزل، حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، يقول رحمه الله. ولعل هو رحمه الله يرجى له الخير، ويقال، يقال إنه ندم وتاب، وأنا، يقول وأنا اليوم في آخر حياته على دين عجائز نيسابور. شوف ما أمره، أن عاد إلى دين عجائز نيسابور، لأنهن أقوى إيمان ويقين وثبات من هؤلاء المتكلمين، من أذكياء الدنيا. الجويني من الأذكياء الكبار رحمه الله، لكنه في باب علم التوحيد بل والحديث مزج البضاعة، وذكروا عنه هذا، فيرجى له الخير رحمه الله وعفى عنه. فالشاهد أن قول المصنف رحمه الناظم رحمه الله بقول وإيماننا قول وفعل ونية، هذا أحد الأقوال في هذا الباب. ومنهم من يقول يعني أنه الإقرار أو اليقين
لأنه من قر يقر، ولا يمكن أن يكون إيمان إلا بشيء يقر في القلب تصدقه الجوارح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال إن الإيمان نية، احتاج من قال يعني إنه ماذا؟ اعتقاد بالجنان وتلفظ باللسان أو إقرار باللسان وعمل بالأركان. بعضهم يقول اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن من قال هذا احتاج أن يذكر عمل الجوارح، احتاج أن يذكر عمل الجوارح حتى لا يرد عليه أنه لا يدخل فيه عمل الجوارح. وعلى هذا يكون المراد بالنية هنا نية القلب هو قوله وعمله، قوله هو إقراره، إقرار القلب، وعمله هو أعمال القلب. وش أعمال القلب؟ نعم، خوف وماذا؟ الرجاء والخشية، نعم نعم، والإنابة والتوكل، نعم، كل هذه أعمال من أعمال القلب، هذه أعمال القلب. وقول اللسان هو نطقه واعترافه، وعمله هو ذكره وتوحيده لله عز وجل بمقتضى إقراره بالتوحيد، لأنه لو نطق به وغير عامل لا قيمة له. فالمنافقون يقولون كلمة التوحيد ومع ذلك قلوبهم لا تعقد عليه، فإذا عقد قلبه عليه عقدا صحيحا لهج لسانه بذكر الله. أما المنافق لا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يأتون الصلاة إلا كسالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلهذا تنساق الجوارح إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، العمل بالجوارح، قال قول وفعل نيته. فأقوال السلف تدور على هذا المعنى، إيماننا قول وفعل ونية. ولقال المصنف قال الناظر رحمه: من الخير والطاعات فيها نقيده. ما يكفي مجرد القول أو النية، لا، لابد من عمل الخيرات، والخيرات تختلف، منها الواجب، هذا واجب، ومنها ما هو شرط في الإسلام على الصحيح هو الصلاة. فلهذا قال: فيها نقيد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. فلهذا الإيمان لا يكون حقيقيا إلا إذا سرى على الجوارح. ولهذا قال: ويزداد بالطاعات، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزادهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والآثار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فالإيمان يزيد بالطاعة، فإذا صلينا وذكرنا الله سبحانه وتعالى وسبحناه وهللناه زاد الإيمان، وإذا ضيعنا وفرطنا نقص الإيمان. فالإيمان لا يثبت، يعني لابد إما أن يكون يزيد أو ينقص. ولهذا المؤمن في صلاته، المسلم في صلاته دائما يقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، يسأل الله المزيد من الهداية، زيادة على التثبيت عليه، يسأل الله المزيد من الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. فكلما زاد من عمل الخيرات كلما زاد إيمانه. ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهي، لأنه حين يأتي المنهيات فالمنهيات تنقص الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه في أبصارهم وهو مؤمن. الحديث في الصحيحين، حديث ابن عباس عند أبي داود سند صحيح: إذا زنى العبد ارتفع الإيمان فوقه فكان كالظلة، يكون كالظلة. هذا يبين أن المعاصي ما يزول معها الإيمان. ولقال النبي: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، حين يزني
ما زنى إلا وإيمانه قد ضعف ولهذا ارتفع، لكنه لم ينفصل، إيمانه لم ينفصل عنه. هذا يفسر حديث ابن عباس كان كالظلة، فإذا ترك عاد إليه إيمانه. أصل الإيمان معه، لكن الإيمان الذي يردع عن المعصية هذا ارتفع عنه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وأي مسعود: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، في آخره قال: وليس وراء ذلك من محبة خردل. ليس معنى أنه كفر، لا، ليس وراء ذلك من الإيمان اللي هو هذا الإيمان اللي هو كراهية المنكر. من لم يكره المنكر بقلبه وأحبه هذا المنكر، هذا ليس وراء ذلك من هذا الإيمان الواجب. وإلا الإنسان قد يقع في المعاصي ويحبها، ليس المعنى أنه يكرهها، لا، قد يحبها ولا يكون كافرا بهذا، قد يفعلها، قد يفعل المعاصي. فالمعنى من هذا الإيمان الواجب، كذلك من هذا الإيمان الذي يردعه عن المعصية، كذلك من هذا الإيمان الذي يجعله ينكر المعصية. هذا في ترك المعصية، هذا في إنكار المعصية. هذا ما أنكرها بقلبه وليس بكافر، هذا بلا خلاف، لكن من هذا الإيمان. كذلك من هذا الإيمان الذي هو أو الذي يردعه عن فعل المعصية، ولهذا قال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: مع ترك ما نهى في الطاعات، قال يزداد بالطاعات، الطاعات تختلف. أما المناهي، جميع المناهي ما في التخصيص، ما فيه معصية دون معصية، لا. ولهذا قال: مع ترك ما نهي، جميع الذي نهي، كل ما نهي عنه يتركه، بخلاف الطاعات. فالطاعات كثيرة، والإنسان لا يستطيع أن يأتي بكل ما أمر الله به. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيش قال؟ فاجتنبوه. هل قال اجتنبوا ما استطعتم؟ لا، المنهي تجتنب، لأن المناهي ترك، والترك لا أحد يقول لا يسمح، لا، قد يضعف يقع، لكنه ترك، بخلاف الفعل فإنكم لن تحصوا، لن تستطيعوا كل ما أمرتم. فسددوا وقارنوا وأبشروا واغدوا وروحوا، لن تستطيعوا. ولهذا قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا، حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. عند مسلم: لا يسأم الله حتى تسأموا، ما تطيقون. ولما رأى حبلا معلق بين ساله قال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطة، فإذا فتر فليقعد. والحديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام، قصة الثلاثة الذين أتوه إلى غير ذلك. فخير الهدى والهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، ترك مطلقا، وينقص بالعصيان جزما. يعني الزيادة بالطاعات، أو الزيادة تكون بأمرين: بالفعل والترك، الفعل للطاعات والترك للمناهي، والنقص المقابل، وينقص بالعصيان كما تقدم في الأدلة جزما بلا تردد ويفسد. والمعنى أن الإيمان يزيد وينقص، السلام وبركاته. فيحذر المؤمن ويجتهد في عمل الطاعات واجتناب المعاصي مع حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. نقف على هذا، نكمل غدا إن شاء الله.